عنده بيقول لي تميمي تيمومي تتلعب الكرة على طول عكسية وهدف. يا سلام الولا عمرو جمال، اوعوا من تركنني بقالكم سنة، اوعى جدع. بقول لكم اللعيب اللي ياخد فرصته، او ده خد فرصته. مانجا لعب 100 سنة لغاية دلوقتي، شكري لعب كتير، وادي الراجل دخل في توقيت حلو قوي. الشوط الثاني يتقدم النادي الاهلي. بصوا بص الولد جميل، دخل وراح وغمزها، جت 100 كره من كده زي لشكري وعبد الظاهر وسيد حمدي. بص بص يا سلام يا سلام، انا لو من محمد يوسف اجيب شكري واجيب عبد الظاهر واجيب سيد حمدي 50,000 كره في الحته دي طول الماتشات. بص الولد الصغير موهبه، الولد موهبه وخد فرصته وبيعبر.